سنتي اهلا وسهلا فيكي معنا بتحلال لحياه كريسمس ان اكشن. يا ريت تخبرينا اكثر عن هالنشاط شو بيتضمن وايضا كيف بلش. اكيد كريسمس ان اكشن هو كنايه عن ايفنت معرض ميلادي بيضموا 80 لبناني ديزاينر اوكي 80 لبناني ديزاينر وكونسبت ستورز. عندنا كيدز اريا كثير كبيره. We have a cocktail market and a food market. أخبركم أكثر أكيد هالإيفنت. هو مثل ما قلت هذه خمس سنة بنعملها. بلشنا من خمس سنين طلعت هيك فكرة إنه عبنا نعمل شيء لعيد الميلاد وخاصة شيء لمستشفى سان جود Children Cancer Center of Lebanon. فوقتها اجتنا هيك الفكرة قلت بدنا نعمل شيء بس كمان عبالي شجع لبنانيز ديزاينر. بقى بلشنا من خمس سنين مع 18 ديزاينر 18 مصمم أزياء لبناني يعني من أزياء لجزدين لكافي سكارفز أكسسوارات كل شيء. فبلشنا ب 18 واليوم العائلة صارت 80 ديزاينر كبرت العائلة. فمشان هيك لتاني سنة بعدنا نحن بترين ستيشن بمعنى مخيل لأنه محل كبير وهن بيفتحوا لنا بواب كبيرة. هلا لأي مصمم لبناني بحب يجي لعندكم لحتى يعرض أعماله ولا بيكون محدد عدد المصممين لأنه حسب الستاندات أو حسب المساحة المتاحة لكم؟ مظبوط. هلا المساحة صحيح كبيرة بس تعرفي انه كل واحد لازم يكون عنده محل ومحل مرتب يعني ويعرض اعماله بطريقة مرتبة واضحة. مظبوط مظبوط. فشو بنجرب نعمل؟ بنجرب نقسم انه مثلا مرة بناخذ أكثر من أربع أكسسوار، أربعة بيعملوا تياب، أربعة بيعملوا جزادين، وبنجرب ننوع يعني مثلا صحيح انه في أربعة بيعملوا جزادين بس كل وحدة عندها ستيل تبعها يكون مختلف كثير. بتنسقوا بيناتهم يعني لحتى ما يكون في شيء مشابه بيشبهوا بعضهم؟ أكيد هيدا بنجرب نعمل يعني بنجرب يكون في تنوع كبير تالكل يلاقي من البيدجي للديزاين يعني يكون في لكل البيدجيات. بتعرفي انه بنوال عندنا كثير قصص صغيره بنحب نهديها مثل القصص الكبيره يعني الكادوات صغيره للمعلمات المدرسه مثلا للكادو للام للاخت للبي للولاد والاولاد. هذا معرض يعني خاصه بتعرفي الميلاد كله حوالي للولاد فمن غير شيء الديكور عملناه كثير حلو وبيلفت حتى عاملين بارت قسم صغير كمان للاولاد يعني عاملين ايه يعني انا الام عبالها تروح على المعرض وتتفرج قادره تطمن كمان على اولادها. مظبوط يعني الاولاد فيهم هن يجوا يتسلوا ويريحوا الاهل كمان لانه عاملين يعني مثل ما قلنا البوفون عاملين شيء كثير كبير بس بلاي جراوند يعني بلاي جراوند مع كمان كثير اكتيفيتي يدويه ومع هيدا عندنا بالبيت سانتا كلوز رح يكون دائما موجود. بتعرفي بيجوا بياخذوا صور معه بيقعدوا على حضنه بتعرفي الاولاد كيف بيحبوا يعملوا. وعنا كل يوم مثل سبيكتاكل صغير للاولاد بيقطع مرتين ثلاثه بالنهار تا يسلوا هالولاد مع لي لوتان مع البير نويل. وزيد هالسنه اللي عملناه بالكيدز اريا جربنا كان عبالنا نزيد فقره كلتشرال ثقافيه فعنا كذا امباساد جايين هن يعرضوا كيف بيصير نوال عندهم ببلدهم. فهيدي الفقره حبينا نزيد عليها بس السنه يكون شيء جديد انه الاولاد يجوا يتعلموا على شيء وهن عم بيتسلوا ويلعبوا وهيك بفتكر الاهل كمان انه بينبسطوا بهالفكره انه ولا انه الاولاد عم بيتعلموا شيء جديد خاصه اللي نحن بنعرف اولادنا كثير بيسالونا اسئله ما بنلاقي اجوبه لها فراح يلاقوا الاجوبه عندهم ان شاء الله ما يزيدوا الاسئله بس ستي خلينا نشوف سوا نحن وياك هالفيديو صغير بنرجع نتابع الحديث معك. Join us at train station Marmikeo from the 14th to the 18th of December to help save a child's life. سينتيا اجواء كثير حلوه كنا عم نشوفها هلا ميلادي بامتياز. هالايفنت لمين بيعود ريعه؟ كل رايعه بيروح للتشيلن كانسر سنتر اوف لبنان مثل ما كل سنه إنه. كل سنه بيعود رايعه ل مظبوط هذه خامس سنه. هو الفكره انطلقت من 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 التشيلن كانسر سنتر اوف لبنان انه بدنا نعمل شيء لهم دائما لهم دائما لهم فكريسمس ان اكشن دائما للسنجو.
سنتيا شكرا لوجودك معنا لليوم، كل التوفيق بهالنشاط اللي عم تقوموا فيه وعم تفرحوا كمان عدد كتير كبير من الاهالي وحتى كمان الاولاد. شكرا لك. ميرسي لكم. شكرا.